مرسيدس 2011 اس 350، اللون اسود، الداخلية لون بيج او جملي جلد. الممشى 22,000 كيلو يا شباب. يوجد فحص للسيارة بالكامل، وراح نضيف التقرير في موقع المزاد. المزاد لمدة 4 أيام يا اخوان. سيارة جميلة، فتحة في السقف. راح نذكر لكم جميع الملاحظات في السيارة عندكم بالجهاز، يعطينا قراءات طبيعية وصبغ الوكالة، عدا في احتمالية الصدام الأمامي والخلفي في بعض الملاحظات. لكن اللي حاب يجي يفحص ويشوف المزاد في موقع مزاد صفقة كالعادة يا أخوان. مزاد لمدة 4 أيام في موقع الإلكتروني. سيارة جميلة، 6 سلندر، فتحة في السقف. أي ملاحظة راح تشوفوها في تقرير المزاد. عندكم الكفرات تحتاج لها تغيير، أوريكم داخلية السيارة الآن. طبعا أبواب شفط، هذه الداخلية يا أخوان، ما شاء الله تبارك الله. عندكم زي ما انتم شايفين ديكور الباب الخلفي، ستاير، مكيف خلفي. نوريكم الداخلية من هنا، أبواب شفط، هذه داخلية السيارة. هنا البليتة زي ما انتم شايفين، وهنا الداخلية ما شاء الله تبارك الله، ما في استهلاك، الأبواب سليمة، الديكورات. هذه السيارة بالكامل ما شاء الله تبارك الله. الممشى 22,381 كيلو ما شاء الله تبارك الله. شغلنا المكيف، عندكم فتحة السقف تعلق يا شباب، تفتح شوية بس تعلق بخصوص الرجوع. هذه ضمن الملاحظات اللي راح تشوفوها في تقرير المزاد. طبعا موقعنا اللي بيسأل، موقعنا في جدة، والمزاد الإلكتروني على الموقع الإلكتروني www.safqa.sa. المزاد ما بين 3 أيام و4 أيام، خلال 3 أيام و4 أيام تعال افحص السيارة. من انت موجود نفس المنطقة اتصل على فريق العمل تبع صفقة، يصور لك الأجزاء اللي تبغاها. مثلا في شيء ما وضح لك في الفيديو، أبغى صورة هنا، أبغى فيديو هنا، ارسل أحد من طرفك. لأنه المزاد يا أخوان يعني اللي بيفحص قبل نهاية المزاد. هذه الشنطة هنا، ما شاء الله. هذا السبير هنا زي ما انتم شايفين، كل العدة موجودة هنا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله. عدة السيارة بالكامل. راح نسوق السيارة الآن، واللي عنده سؤال، اللي عنده استفسار، ما شاء الله حياها الله. فخلوكم معنا، راح نسوق السيارة الآن.